أهلا بكم مجددا مشاهدينا، وأنتم تتابعون معنا هذه الحلقة من منشطات سودانية لهذا اليوم. سعداء جدا أن يكون معنا الأستاذ محمد عبد العزيز الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا. نختم هذه الجولة محمد من صحيفة الجريدة، ومنها نقرأ صرف وزارة الصحة بالخرطوم خارج الخطة الاستراتيجية بنسبة 100%. أعلنت وزارة الشؤون الاستراتيجية بالخرطوم عن خروج الوزارات والوحدات الحكومية عن خطة الولاية الاستراتيجية للعام 2018، وقطع وزير الشؤون الاستراتيجية محمد حسين أبو صالح في تقرير وزارته بتشريع الخرطوم أمس أن صرف الوزارات والوحدات الحكومية كان بنسبة فاقت 48% من مصروفات الولاية خارج الخطة الاستراتيجية، مؤكدا عدم وجود ضبط كافي للصرف على العمليات المستمرة المشاريع. وأكد أبو صالح أن صرف وزارة الصحة بالخرطوم خارج الخطة بلغ 100%، وقال إن وزارة الشباب والرياضة لم تأتي بأي مشروعات في الخطة، وأضاف أن صرفها على المشروعات داخل أو خارج الخطة صفر. محمد، خروج وزارات ومؤسسات حكومية من الخطة الاستراتيجية للخرطوم، ألا يعني وفاة الخطة فعليا؟ طيب، في البداية تحية للتخطيط الاستراتيجي وعلى رأسهم بروف أبو صالح، وبيقوموا بعمل كبير، لكن من الواضح أنه في عدم تجاوب من الأجهزة المختلفة، الأجهزة التشريعية، وده مش بيعني وفاته، ده بيعني أنها يعني غبرت يعني من خلال الاستراتيجية المشابهة الوزارات. يعني الناس شغالة في اتجاه والوزارات شغالة في اتجاه، يعني يعني شغالة زي ما بيقولوا أوف بوينت يعني بدون الاستراتيجيات المرسومة. ودي خطورته بتشير للكلام الكبير اللي احنا بدينا به حول الاستراتيجية رسم الرئيس. إذا الرئيس كان بيتكلم عن استراتيجية طموحة وبتتحدث في اتجاهات ومسارات محددة، ويجي الجهاز التنفيذي يشتغل في اتجاه تاني، يعني معناتها دي مشكلة كبيرة. وحكومة الخرطوم هي بتمثل مركز ثقل ورأس رمح في تنفيذ الاستراتيجية الكبيرة للرئيس الجمهورية. عليه أنا بفتكر أنه من المهم جدا مساءلة الجهات التي لم تنفذ هذه الاستراتيجية. من يسأل من؟ المجلس التشريعي، حكومه، والي ولايه الخرطوم، اضافه هي الجهات المسؤوله فعليا من مساءله الوزارات التي لم تلتزم بالخطه الاستراتيجيه. اعتقد انه التخطيط الاستراتيجي يحتاج الى منح سلطه او باور اعلى لإلزام وإرغام هذه الجهات المختلفة على تنفيذ الاستراتيجية، لكن من المهم جدا الإشارة لأنه يبدو أن هذه الجهات ليست يعني مسألة عدم التزام فقط، هي مسألة عدم استشعار بأهمية التخطيط الاستراتيجي ككل. هم ممكن يفتكروا أن الموضوع ده مجرد تنظير فارغ على الورق وما عنده أي قيمة، فدي برضو مسألة مهمة يجيب استصحابه، فأنه ضرورة الوزراء والجهات المختصة أنه يتم تبصيرهم بأهمية التخطيط الاستراتيجي، وأنه نهضة الشعوب ونماء لا يتم بخط عشواء أو بطريقة بالصدفة، هي جاءت عبر خطط وبناء وخطط طموحة. وهناك العديد من الدول حاليا تخطط للعام 2050، وهناك العديد من الدول تخطط لعقود مستقبلا. طيب محمد، والي الخرطوم بالأمس القريب في لقاء مع النائب الأول تحدث عن مصفوفة مشاريع تنفذها الولاية لإحداث نقلة في مستويات عديدة خاصة مستوى الخدمات. كيف يمكن أن يتحقق ذلك على أرض الواقع والوزارة خرجت عن خطة الولاية الاستراتيجية؟ نتحدث بصراحة، أنا أعتقد ليست هناك مشكلة كبيرة في عملية التخطيط في السودان، يعني المشكلة الأساسية هي في التنفيذ. وهنا يأتي يعني معظم الأفكار الكبيرة تختل وتغبر من خلال يعني ممكن نقول عليه عدم اهتمام أو عدم فاعلية جهاز تنفيذي أو جهاز موظفين، يعني ممكن نقول شغال بمزاجه أو شغال دون مراقبة أو دون يعني إنفاذ لهذه الخطط. الأمر المهم أيضا أن هذه الخطط أثناء تنفيذها يجب أن يكون هناك وحدة للتقييم والتقويم، يعني إذا كان هناك أي خلل أو غيره يجب أن يتم يعني يكون هناك جهاز للاستشعار، جهاز للإنذار، يحدد أنه الآن نحن خارج الاستراتيجية المرسومة. وإذا لم يحدث ذلك يعني تكون كل حاجاتنا هي عبارة عن يعني زي ما بقولوا حرس في البحر، وأنه ما حتحقق أي نتائج متوقعة سواء على مستوى ولاية الخرطوم أو على مستوى السودان. ودي المشكلة اللي هي للسودان منذ تقريبا الاستغلال أو قبل ذلك. أنا الأشياء محمد، دعنا نشرك معنا عبر الهاتف الكاتب الصحفي والأستاذ الجامعي محلل الاقتصادي أبو القاسم إبراهيم. أهلا ومرحبا بك أبو القاسم. مرحبا بكم ومرحبا بضيفك كمان.
أبو القاسم، ربما تابعت عبر الهاتف جزء من حديثنا وتكلمنا فيه عن أنه وزارة الشؤون الاستراتيجية بالخرطوم أعلنت عن خروج الوزارات والوحدات الحكومية عن خطة الولاية الاستراتيجية بنسبة 100%، خاصة عدة وحدات من بين وزارة الصحة. أبو القاسم، والي الولاية ذكر في لقاء أن حكومة الولاية تتلقى سنويا 6000 طلب لإنشاء مصانع جديدة، وبحسب إحصائية رسمية هناك أكثر من 60% من المصانع متوقفة عن العمل. برأيك ألا تحتاج قضية الصناعة ومشاكلها لمراجعة شاملة؟ حقيقة يعني المحور الذي تحدثتم عنه قبل قليل، مسألة التخطيط الاستراتيجي والخروج عن الخطة يعني أو ما يتعرض له القطاع الصناعي، هي واحدة أيضا من الأزمة التخبطية. يعني لو لاحظنا أنه الجهاز الدولة تسمى الجهاز التنفيذي، يعني هو جهاز ما مسؤول من عملية تخطيط ولا مسؤول من عملية يعني رغابة. الجهاز التنفيذي هو جهاز تقدم له الخطط يعني وفقط عليه عملية التنفيذ دون إبداء الرأي أو التدخل أو تغيير مسارات الخطط يعني. فالواضح أنه غياب وجود جهة رقابية لها سلطات قوية على الجهاز التنفيذي، كأجهزة يعني تكون لها سلطات تمارس عملية التغويم للجهاز التنفيذي، عملية مهمة جدا. وجود طلبات بهذا الحجم يعني وخروج مصانع بهذا الحجم أيضا يكشف يعني مدى غياب رؤية واضحة يعني لتطوير القطاع الصناعي ولقيام يعني مدن صناعية ومجمعات صناعية داخل ولاية الخرطوم. فبالتالي هي يعني عملية يعني تخبطية تستغل لدراسات وتستغل لعمليات تغويم وتغييم ورقابة ومتابعة. يعني لأنه إذا تحدثنا عن هذه الطلبات تكلمنا عن قطاع صناعي، يعني قطاع صناعي لديه حوجات يعني كثيرة جدا، يحتاج لخدمات، يحتاج لكهرباء. طيب أبو القاسم إذا سمحت لي أستاذ أبو القاسم، إذا سمحت لي يعني ربما في جولات ميدانية أنت بالتأكيد أتيحت لك الفرصة فيها وغيرك، تجد أن هذه عدد من المصانع المتوقفة ربما لا تواجه مشاكل إسبيرات ولا مشاكل تمويل، ولكن العملية التجارية برمتها أصيبت بخلل أدت لتوقف هذه المصانع. مثلا مصنع زيوت في أم روابة بتلقاه واقف الآن لأنه أصحاب المصنع عمليا بيلقوا نفسهم لو يشتغلوا مضاربين في تجارة الحبوب الزيتية أفضل لهم من يدور المصنع. أي حلول هذه يمكن أن تحل مشكلة مصانع متوقفة لأسباب مختلفة؟ هنالك عدة مسارات ينبغي أن تتجه عليها ولاية الخرطوم أو تتجه عليها الدولة ككل. ينبغي أن نفصل بين التصنيع من أجل التصدير، وينبغي أن نفصل بين التصنيع من أجل تغطية احتياجات السوق المحلي. لا بد أن يكون في تمييز، ولا بد أن يكون في مميزات وفي توفير لتمويل استقطاب تمويل وإعطاء أولويات، يعني تمنح أولويات حسب أهمية يعني كل قطاع من القطاعات. يعني قطاع الصادر ينبغي أن يفصل تماما عن قطاع الاستهلاك، ينبغي أن تكون هنا الحديث الموجود هو حديث بتاع خطط وسياسات وكذا، لكن في أرض الواقع يعني ما في هنالك يعني نتائج عملية. كما تحدث وزير المعادن أمس تكلم عن أنه قطاع التعدين يعني البنوك السودانية فشلت تماما عن توفير تمويل لقطاع التعدين. ايضا اتحاد الغرف الصناعيه تكلم عن انه البنوك فشلت تماما عن توفير يعني تمويل لقطاعات الصناعه ولقطاع الصناعي. نحن حقيقه في ازمه حقيقيه جدا، اذا كان قطاع التمويل يعني يعاني من هشاشه مزمنه ينبغي ان يعالج هذا القطاع، لانه ده يعتبر صمام امان قطاع الصناعه وصمام امام قطاع الانتاج بشكل كبير. ينبغي ان تعالج الجهاز المصرفي او بنك السودان المركزي، ينبغي ان يعيد عمليه تقييم القطاع المصرفي وتغويه البنوك. يعني لو وجدت ثلاثه او اربعه بنوك في السودان توفر تمويلات كافيه احسن من وجود 50 بنك الان موجود. وصلت الفكره موجودة. ابو القاسم ابراهيم الاستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي كنت معنا في هذه المداخلة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.
أستاذ محمد باختصار يا ريت تقدر تعلق لنا على الإفادة اللي أفادنا بها أبو القاسم. ما أدري يعني أنا بتفق كثير مع الكلام اللي قاله أبو القاسم. أفتكر إنه الصناعة هي ذاتها مرحلة ممكن نقول متقدمة لسه نحن ما وصلناها في وزغة للأوضاع الحالية. نحن محتاجين ندعم الزراعة أول وصولا للمرحلة بتاعت الصناعة. محتاجين لشغل كثير بجانب الكلام اللي قاله بتاع التخطيط والرغابة وغيره. محتاجين لمستوى تأهيل الطاقة، توفير طاقة رخيصة، تأهيل العمالة ذات اللي هي ممكن تشتغل، تأهيل البنية التحتية اللي هي متعلق بالطرق بالمواني بالسكك الحديدية، إضافة لوضع رؤية واضحة لمسألة إضافة قيمة مضافة لمنتجاتنا الزراعية اللي هي موجودة أوريدي. الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ محمد عبد العزيز، كنت ضيفا عزيزا علينا في هذه الفقرة التحليلية لمنشطة السوداني لهذا اليوم. شكرا لك ولكل متابعينا. مشاهدينا هذا فاصل قصير ونواصل بعده ما تبقى من حلقة اليوم من منشطة سودانية.